السنة هذه عملنا جهد وجهد كبير حيث سلمنا حوالي 656 ما بقاش هذا مدرسة تنجز في 8 شهور ولا 10 شهور يجي المقاول يلعب إلى آخره. اللي يخدم اللهم بارك، اللي ما يخدمش بعده في لي ديلي دو رياليزاسيون قال السي محمد 4 شهور ما كاش طبق ديريكت. أكثر من 9 مليون تلميذ، عدد هائل وهائل جدا، كان واجب على الدولة أن تكفل به من كل الجوانب، والحمد لله كل ولايات اللي زرناها وكل ولايات اللي تمت زيارتها من طرف زملاء الوزراء أثبتت أن الدخول على المستوى الوطني لهذا العام هو عادي وعادي جدا، ولا يوجد أي قلق يمكن أن يذكر. فالتجهيز كاين، الطاقم الإداري كاين، الطاقم التربوي موجود، العمال موجودين، التلاميذ شفناهم بحماس وحماس كبير.